المغاربة يستهلكون أزيد من 100 مليون رغيف خبز يوميا بمعدل 3 أرغفة في اليوم للمواطن الواحد، رقم يعكس مكانة هذه المادة الحيوية عند الأسر المغربية التي تغيرت عادتها الاستهلاكية كثيرا، منتقلة من استهلاك الخبز الكامل الذي يصنع من الشعير ويعد في المنازل إلى الخبز الأبيض الذي يقتنى من المخابز العصرية. حنا كنشتريو الباكيت تقريبا يوميا، وتقريبا خبز الدار مرة فكان الناس تبغي تبدل شوية وتبغي تاكل خبز الدار، وبحال الباكيت لا يوميا خصنا ضروري يكون موجود. نجي الثمن مناسب، ماشي شي حاجة كبيرة، درهم و20 فرنك ماشي ثمن كبير. حنا كنشريو الخبز لأنه غير أنا والمرأة، اللي ندي زوج خبزات ثلاثة يكفيونا، وضرب باش طيب وكذا ما كاش لي يعاوننا. وهالخبز راه مزيان وحنا كنشريوه هذه مدة ديال شي 10 سنين ولا كنشريه. ويبقى الخبز الأبيض المصنوع من القمح اللين أو الفرس الذي يستفيد من دعم صندوق المقاصة ويباع بسعر درهم و20 سنتيما هو الأكثر استهلاكا. هذا الخبز الذي تنتجه 13,000 مخبز بالمغرب أثير بشأنه جدل حول مدى جودته وتأثيره على صحة المستهلك، في ظل توتر حاد بين الحكومة وأرباب المخابز حول سعر هذه المادة وشروط إنتاجها. الفرس الممتاز كتضاف له الخميرة ومحسن الخبز اللي هو معروف، فكناخذه بعد عند أصحاب الخميرة والملح ويتعجن ويمشي للخدمة دياله، وكيمشي في واحد الدرجة ديال 250 درجة. بالنسبة للمشاكل اللي كنعانيوها على صعيد هذا الإقليم هي المنافسة الغير مشروعة للقطاع الغير المهيكل. المسائل اللي كتدخل في صناعة الخبز تزادت بنسبة 100%، لا من خميرة ولا من طحين ولا من غازوال ولا محطب ولا من أي شيء، فيما أن ثمن الخبز بقى مستقر. وهنايا نستدل على واحد القضية، أنه مكتب دراسة الدار الخبزة كتنقام بدرهم و40 وحنا كنبيعوها بدرهم و20، وهذا الخبز اللي كنخدموا للمغاربة هو صحي 100%. لكن استعمال بعض المضافات الغذائية التي تدخل في صناعة الخبز وتكسبه الليون واللون الأبيض فضلا عن إضافة بعض المخابز للسكر دفع بعض جمعيات حماية المستهلك إلى دق ناقوس الخطر حول جودة الخبز المستهلك بالمغرب وتأثيراته المحتملة على صحة المواطنين. الثمن ديالها على حسب الدراسة اللي درت بها الجامعة واستطلاعات الرأي اللي قمنا بها تقريبا التكلفة ديالو لا تتعدى 0.80، وبالتالي أعتقد بأن الدولة تدعم بما فيه الكفاية هذا الدقيق. الشيء الوحيد اللي يكون نقوم به حاليا هو بطبيعة الحال القيام بحملات نتاع التوعية والتحسيس لدى المستهلك لتغيير هذه الثقافة ديالو والاستغناء عن السكر ولو بكمية قليلة، وكذلك بالنسبة للخبز نتاع درهم و20 اللي هو أيضا مضر بالنسبة للمستهلك. تنطلبوا من مرضى السكري ينقصوا من هذا الخبز ويعوضوه بالخبز الشعير، وعموما الناس اللي مرضى يجب عليهم ان يتخذوا الاحتياطات اللازمه في استهلاك الخبز. هذا وينصح اخصائي علم التغذيه بضروره استهلاك الخبز الكامل الذي يتوفر على الالياف الغذائيه والفيتامينات والاملاح التي تسهم في الحد من كثير من المشاكل الصحيه مثل الضغط الدموي والسكري والكوليسترول. وأمس فقط أصدرت الجامعة المغربية لحماية المستهلك تقريرا حول جودة الخبز، أقل ما يقال عنه أنه مخيف جدا. يكفي أن نعلم أن كل خبزة تزن 180 جراما تحتوي على نحو 4 جرامات من السكر، ما يعادل 5 كيلوغرامات من السكر سنويا عبر الخبز فقط. الجامعة وقفت أيضا عند معلومة أخرى، سكر سنيدة يعوض مادة الجلوكوز الذرة. ولمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا في بلاتو الظهيرة سيد أحمد بيود عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك. مرحبا بكم سي أحمد بيود، كنتم شكرا. من ضمن المشرفين على هذا على الدعوة. كنتم من ضمن المشرفين على هذا التقرير الصادم، يعني هل وقفتم عند معلومات أخرى يجب أن تثير انتباه من بيده امر حمايه المستهلك؟ الا سمحتي الاخت باش نعملك في الاطار باش نهضروا لغه واحده انا وياك، نكون واضحين انا وياك. الدراسه اللي درت هي هذه، انا مولها
وانا شفتها من واحد الزاويه معينه اللي هي الاضافه ديال السكر السنيده، وكنورك السكر السنيده في الخبز. هذه الزاويه اللي انا منها انطلقت. ثمن الجوده، طيب ما طيبش، مسخ ما مسخش فيه ما فيه، انا هذه مسائل ما دخلتش لها. علاش؟ لان فقط على هذه المساله، لانك الى غادي ندخلوا في كل شيء خصنا 60000 عام. وهذه الدراسه هذه راه قبل ما يدخل معالي الوزير وهي مصوبه، قبل منها درت دراسه اخرى، درت عطيتها نيت لا فيدراسيون انا نيت حول العجلات، فيها 230 مليار ديال الدرهم كتباع سنويا للبنوات ديال العجلات. خلينا ما يكمليش، خلينا سي احمد بيوض الشق المتعلق بالخبز. الخبز كيتضاف فيه السكر. ضربنا الحساب لقينا على ان المغربي متوسط الاستهلاك ديال المغربي سنويا 34 كيلو، مقابل الاوروبي اللي الله كيستعمل 23 كيلو. كتكلموا على الخبز اللي كيتباع بدرهم و20 سنتيم. الخبز اللي كيتباع ب 120، حتى ربات البيوت حتى هما كيزيدوا السكر. شيء مؤسف، ولكن ماشي كلهم. لا ماشي كلهم، ولكن انا حضرت في نقاش في واحد البلاطو ديال الاذاعه كان فيه راديو تروتوار، بزاف العائلات قالوا حنا كنديروه باش حقا الخبز يخرج مقرمش، يخرج عادي، يخرج حاليا. هاد الماده السكر سنيده كتعوض واحد ماده الجلوكوز ديال الذره اللي هي مرتفعه الثمن. اعيد كنرجع لواحد النقطه جات مهمه في الروبورتاج، انه المنتجين ديال الخبز كيقول لك انه المواد اللي كتدخل في انتاج الخبز كلها عرفت ارتفاع، فبالتالي وجدوا راسهم حلول على حساب صحه المستهلك. ده بالاسف هذا هو فين كيكمن، لان هامش الربح هو الهاجس عند مول الفران. وصحه المستهلك هذه هضره اخرى، هو ماشي سوقه، هو خصو يربح الفلوس، لان الجلوكوز دو مايس هذاك الجلوكوز ديال الذره فعلا غلى، فالسكر ولا اليوم رخيص. علاش؟ لان السكر مدعم من طرف الدوله، وكيستعمل كيلو ديال السكر ب 5 دراهم في 50 كيلو ديال الدقيق. الشيء اللي كيعطينا في الخبزه ديال 180 غرام 3 غرام فاصلة 6 ديال السكر، تقريبا 4 كيلوغرام ديال السكر سنويا في الخبزه. الا اعتبرنا على ان المغربي كيستهلك 3 ديال الخبزات ونص يوميا، نضربوها في 195 مليون ونضربوها في 365 يوم، غادي نلقاو الا لا 253230 طن من السكر. انتم كجامعه يعني خد منكم هذا التقرير مده ديال 5 شهور، هل وقفتم فقط عند حدود الرصد؟ يعني درتوا واحد رصد، ولا انكم عندكم رساله شنو المضمون ديالها ولمن كتوجهوها تحديدا؟ الرساله ديالنا كاينه في العنوان ديال التسميه ديال الفيدراليه ديالنا، وان كندافعوا على المستهلك. يعني هدفنا في اسمنا انا كندافعوا على المستهلك، ولكن راه ما بلي هذه حيله ملي نثير الانتباه انا على واحد الموضوع وحتى واحد ما يعيال وحتى شي امير، ما يمكنش انا واخا ندق على السيد الوزير ونقول له هاك، الا ما كاينش النيه السياسيه سابقه باش يكون واحد العمل يدار، رانا نعيا وما نكتبوا في التقريرات. وعلاش انا عطيتك التقرير ديال العجلات؟ احنا بصدد التقرير كنوجدوا فيه على موالين الطاكسيات الصغار، يعني حتى هو نشوف واش غادي يدير، نشوف واش واش غادي يخلق، واش غادي يثير ولا ما يثيرش انتباه. الرساله واضحه سيد احمد بيوض عن الجامعه المغربيه لحمايه المستهلك، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات.